73 مواصلين معاكم ان شاء الله حتى النص نهار. باش نهزكم توا للمنستير نحكيو على مشروع عمومي صار مع مندوبيه الجهويه للفلاحه بالمنستير. مشروع هذا شنو يتمثل في حفر بئر عميقه لفائده المندوبيه. تقريبا البروجي بدا من جانفي 2019، اما حتى لليوم الشركه ما خذتش المستحقات نتاعها الماليه رغم انتهاء المشروع، وفما اخذ ورد بين صاحب الشركه ولا الممثل الشركه والمندوبيه الجهويه للفلاحه، رغم انه وزاره الفلاحه كانت تعهدت في شخص الوزير الاسبق سمير بالطيب بخلاص مستحقات الشركة هذية، وطالبت مندوبية الفلاحة أنها تخلص المستحقات. ولكن إلى الآن من جويلية تقريبا 2019 حتى لليوم نحكيه 18 نوفمبر 2020 الشركة هذية ما خذيتش مستحقاتها المالية. تتسويت باش نعرفوا التفاصيل الكل في أخبار الساحل. أخبار الساحل في زوم 73. معنا في أخبار الساحل ممثل الشركة سي خميس سليمة. صباح الخير ومرحبا. سليمة في المقابل زيدا معنا ممثل عن مندوبية الفلاحة سي عاطف سوسية. صباح الخير ومرحبا بك. مرحبا بكم. دونك باش نبداو من الاول نحكيو على المشروع هذايا، هالمستحقات المالية اللي ما خذتهاش الشركة. باش نبدا معاك سي خميس لو تسمح تبدا لنا من الاول على تفاصيل باقتضاب بيان سور في ساعة في ساعة نحاولوا نفسروا للمستمعين نتاعنا شو ما المستحقات هذوما. نحاول باش نكون بإيجاز. هو المشروع يتمثل في حفر بئر عميقة في جهة المكنين على إثر صفقة قامت بها المندوبية وشاركنا فيها احنا، واخذنا المشروع باش نقوموا احنا بالأشغال. بدينا الأشغال في جانفي 2019 وانتهت نهار 6 ماي 2019، وهذا تحت إشراف رئيس دائرة الموارد المائية التابعة للمندوبية ورئيس المصلحة والفنيين التابعين للمندوبية. الأشغال كلها تمت على فيما يخص في برامج قدمتهم لنا المندوبية، وإحنا قمنا بالإنجاز بالموافقة وفق كراس الشروط. معناتها السي خميس حسب كراس الشروط والتعليمات الصادرة عن المندوبية. داكوغ. وهذه كل المعلومات كلها موثقة في جورنال دو شانتي بالتاريخ وكل يوم اللي نعملونا. كملنا الأشغال و بعد مشينا عملنا وثيقة لاتاشمون. الوثيقة اتعملت وصححنا فيها، صححتها أنا وصححتها رئيس دائرة المندوبية، وعلى اثر ذلك تقدمنا بفاتوره. والفاتوره هذه معاها ضمان بنكي بقيمه 10%. ما رانا الا في الاستلام الوقتي اللي صححته انا وصححه رئيس الدائره وصححه حتى المسؤول الثاني نتاع المندوبيه في علي عمار. بقى الامور دو فورماليتي يلزم المندوب يصحح. ما رانا وين سيد المندوب قال ما نصححش. ما حبش يصحح في محضر الاستلام. ما حبش يصحح في الاستلام. قال الماء مالح. قلت له احنا ما دخلنا في الماء المالح، تو احنا عندنا التعليمات. التعليمات الكلها صارت. ما عندنا حتى احتراز. لأنه كان ثم احتراز راهو مسجل كراس الحظيرة. ما نجموش احنا نعملوا عملية ما نتعداو العملية الأخرى إلا ما تكون مريقلة. فهمت؟ حيث ما عندنا حتى احتراز الى اخر ساعه في الوحده. بعدين قدمنا الفاتوره، احنا واقفين على الاستلام. حدثنا مع سيد المندوب السابق، سيد المندوب قال لي بالله يا خويا برا عامل كلم الوزير وعمل له شكايه. بعثنا شكايه لسيد الوزير نهار 23 جوان، تو احنا مهمين نقلنا للجوان. نهار 17 جويلي يبعث لنا السيد الوزير، يبعث للمندوبية يقول مع ضرورة خلاص المقاولة. هذا على إثر شنو؟ على إثر لجنة صارت في الوزارة يترأسها كاتب الدولة للمياه ويترأسها ناس مختصة. شافوا الملف وشافوا كل ما يتعلق بالملف وأقروا بالإجماع وأنه المقاول ما عنده حتى خلل. بيه؟
هذايا بإقرار وزارة الفلاحة ما فما حتى خلل إلى حد الآن. على أثر المكتوب هذاك الواحد المندوب بعث لي بتاريخ 31 جويلية 2019 وكنت حاب نقرأ لك جزء منها. لا فيسا سي خميس ماك تعرف لذيق الوقت لازمنا باختصار. إشارتني دعوتكم لحضور مواكبة عملية القبول الوقتي. وبعث باش ينصحوا للسلام. بيه؟ ثم تراجع. قال لا. علاش تراجع؟ والله هذا هو توا احنا هذا الاشكال. انت ما تعرفش الى الان علاش تراجعوا على خلاص المستحقات للشركه نتاعك؟ ما نعرفش علاش. به ها معنا سي عاطف من المندوبيه، نعرفوا علاش اليوم سي عاطف اليوم المندوبيه الجهويه للفلاحه بالمنستير ما تعطيش للراجل هذايا الفلوس نتاع المشروع عليه. مرحبا بكم. مرحبا بك. مستمعات اذاعه نجم فام، ومرحبا بسي خميس. احنا على اثر انتهاء من اعمال الاشغال وقيام تسريب استلام البئر، وهي مع العلم معناتها بئر تعويضيه، معناتها كي احنا طلعت النتيجه معناتها مياه ملوحتها مرتفعه. احنا كي لقينا نتيجه غريبه بعثنا معناتها الاداره العامه الفنيه اللي هي معناتها الاداره اللي تشرف على المجال هذايا، ورجعت لنا اجابه قالت لنا معناتها البئر هذايا معناتها فيه اخلالات وما يمكنش قبوله. فهمت؟ به اخلالات اللي هي المياه مالحه. ايه تسرب مياه المالحه معناتها هي كانت جمله ثلاث اخلالات معناتها تسرب المياه المالحه عبر ترابط الانابيب. به احنا بالمكتوب هذا يتعذر علينا باش نصرحوا بالاستلام الوقتي للمنشاه، وبعثنا معناتها سي خميس على اساس باش يصلح الاخلالات اللي وردت في المراسله تاع اداره العام المائي. تحكيوا على نفس الإدارة اللي هي تقول له ما عندكش إخلالات، واللي أنتم تقول لكم راهو فما إخلالات لازم يصلح الإدارة العامة للموارد المائية. الموارد المائية قالت لازم فما إخلالات لازم يرفعها سي خميس. كانت حاب تتفاعل مع سي عاطف. والله أنا شوف أولا نحب نتفاعل مع سي عاطف. أولا صح هو بصفته رئيس دائرة هو مش حاضر. مساش هو يمثل المندوبية اليوم بتكليف من المندوب الجهوي. مش هو اللي كان مشرف على الاشخاص. اي مش بالاشخاس سي خميس، احنا نحكيو على اداره عموميه، دونك هو اليوم يمثل المندوبيه الجهويه للفلاحه سي عاطف. نحبوا نحكيو فنيا، نحبوا نحكيو فنيا، لان يعني الامور تم فنيا مش الاداره. فنيا هو مش حاضر، ولكن هات نتفاعل معاه مثالش هو كان حاضر. اولا وقت اللي يقول فما اخلالات مع عند الاداره العامه، لو نرجعوا لكره الشروط كلها تشوف الفصول من واحد حتى 27 ولا فما فصل يقول وان الاداره العامه عندها الحق بتدخل وترفض. هذا مش موجود. هو احنا انا كي شاركت في 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 في, في, في الصفقه هذه على اساس شنو؟ على اساس عقد تربطني بالبيع انا وبالمندوبيه. ما فما حتى فصل يقول وانه الاداره العامه للموارد المياه تنجم توقف. هذه الاولى. ثانيا يقول اخلالات. انا اخلالات شكون بعث لهم الاخلالات؟ انا ما بعثي، انا من المندوبيه، انا الفيزا نتاعي هي المندوبيه، ما بعثت لي حتى اخلالات. وكان جات فما اخلالات رام قالوه لي ورام سعاد في المندوبيه الجهويه للفلاحه بالمنستير بعثت له معناتها حكيت له على الاخلالات اللي قلت تحكي عليهم. بعثت له زوج مراسلات اخرها في جويليا معناتها 2019 دعاته معناتها باش ترفع الاخلالات اللي وردت في المراسله نتاع الاداره العامه للموارد المائيه. هو ما تسلمش هو المراسلات هذو. سلمتهم المراسلات هذو ولا لا 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 سامحني توا. هل يعقل البير تقبل فنيا في ماء باش تفهم حاجه معناها فما نوع ما من المراوغات. انا الحقيقه ما نحبهاش. هو البير تقبل في ماء وفي جويليه يبعثوا لي يقول لي اخلالات. هذا معقول يا سي خميس؟ احنا في جويليه تولي فما اخلالات. احنا ادارتنا ما تعرف سي خميس، ادارتنا يبقاو شويه راه بعثنا في جويليا. مش تهم اداره راهي. خلينا نسمعوا سي عاطف تقنيا، خلي يفسر لنا علاش هالفتره هذه الكل باش قالوا لك على الاخلالات. سي عاطف احنا على كما قلت لك احنا البير معناتها كمل كما قال سي خميس معناتها كمل معناتها الانجاز نتاعو.
وعند القيام معناتها بالتجربة استخدام البير والضخ الاختباري معناتها كما قلت لك طلع معناتها أثرت على نتيجة متاع ارتفاع ملوحة، وفي حينها معناتها راست المندوبية الإدارة العامة لما هي معناتها الإدارة العامة الفنية، وهذا إشكال معناتها فني معناتها على أثر ورود الإجابة متاع الإدارة العامة رسلنا احنا الشركة المكلفة اللي هو سي خميس باش يرفع الإخلالات اللي وردت. قعدنا بعدين دخلنا في نزاع فني مع سي خميس، سي خميس يقول ما تحملش مسؤولية، احنا نقول نتحمل مسؤولية، ولينا شو عملنا في الحالة هذه؟ رفعنا الإشكال للوزارة على أساس معناتها وهي معناتها تعهدت بالملف وعملت معناتها عقدت معناتها لجنة تحكيم فنية باش تثبت في الموضوع. ولا الذي وهذه اللجنه التحكيم علاش لجنه التحكيم سي عاطف؟ انا مواطنه بسيطه نحب نسال، انتم الامور التقنيه تفهموها بيان سو خير منا الكل، هذه شان كما قلت تقني انتم تنجموا تفهموا، ولكن انا مواطنه نقول اليوم شركه صاحب الشركه هذيا عمل لكم ان بروجي التزم بالكراس الشروط الى حد الان ما عندوش اخلالات، هذيا حسب الوثائق اللي حتى طلعت عليهم انا وزير الفلاحه الاسبق مصحح بصرف المستحقات، اليوم وزاره الفلاحه تقول لكم كمندوبيه اصرفوا للراجل فلوس، وانتم اليوم تقولوا لي احنا الوحيدين اللي نجموا نقروا نصرفوا الفلوس والا لا، علاش من 2019 لليوم ما ياخذش الفلوس رغم اللي ما فماش اشكال؟ فما في العقد الصفقه اللي بيناتنا فما فصل يقول معناتها ما تستلم المنشاه الا كي تكون ما فماش حتى تحفظات وما فماش حتى تحفظ. الوزاره ما هيش هي الهيكل، الوزاره كي قالت اصرفوا المستحقات ما تنجم. لا احنا خاطر انتم كمندوبيه، المندوبيه هي المشتري العمومي، يلزم هي تستلم المنشاه. دونك انتوما حتى كان الوزاره تقول اصرفوا المستحقات، دونك انتوما مازلتوا تراو اخلالات ما تعطيوش الفلوس. رينا احنا فما اخلالات، وسيد المندوب السابق كما قالت خميس معناتها كيما ما صارش الامضاء على محضر الاستلام الوقتي من كافه اعضاء اللجنه ولا ما نجمش معناتها يقوم بخلاف. اليوم بعد عام من الحكايه هذه، اليوم انتوما عندكم مازال فما تحفظات على الخدمه هذه؟ خاطر البير هذايا ظهر لي يستحقوا برشا الفلاحه في ولايه المنستير. احنا منطقه تقويه معناتها في منطقه تقويه استناو فيه، وذاك علاش احنا توا كيما قلت لك خلينا نكونوا عمليين، احنا اليوم فما لجنه على مستوى الوزاره هكا ولا؟ بالضبط فما لجنه تحكيم فنيه. لجنه تحكيم فنيه، اللجنه هذايا اجتمعت والا ما اجتمعتش؟ هي اجتمعت مرتين سابقا معناتها في نوفمبر 2019 وفي المخرجات نتاعها اللجنه هذه اقترحت اقتراح فني. اللي هو اقتراح فني باش نتداركوا معناتها الاخطاء الاخلالات اللي صارت في البير، اللي هو معناتها قيام بابار جيوتقنيه على محيط البئر وحق نساء الاسمنتي على اساس معناتها باش نتجاوز الاخلالات هذه وننجحوا البير. وقتها في هو في الجلسه هذه سي خميس معناتها شد معناتها كان قال اني ما تحملش حتى مسؤوليه وشد صحيح قال معناتها مش باش نعمل نقوم بالتدخل هذا. لكن هو الحقيقه معناتها يعطي صحة معناتها بعد في المده الاخيره معناتها طلب معناتها صلح وقال معناتها مستعد باش يقوم بالعمليه هذه وعلى اساس معناتها مهما كانت النتيجه في الاخر نخلصوه. واحنا ورفعنا احنا هذا للوزاره للجنه التحكيم الفنيه هي بيدها باش نعقدوا جلسه ثالثه ونمشي ونكتبوا هذا في محضر الجلسه الثالثه هذيا تنجم. والله احنا طلبنا الحقيقه طلبنا وزارتنا معناتها خاطر هي على مستوى الوزاره طلبناها معناتها ثلاثه مكاتيب وكذلك تغيير الحكومات وسيده وزيره جديده مع ديوان جديد بعثناها في اوت في 24 اوت وفي 13 اكتوبر وفي 10 نوفمبر اخر مراسله معناتها طلبنا انعقاد الجلسه 10 نوفمبر معناتها 8 ايام من اليوم هكا بعثنا ما احنا ونستناه واحنا كيما سي خميس خاطر احنا طرفي نزاع كمندوبيه ويزم واحد. ما اسمعني سي عاطف انتم طرفي نزاع، فما طرف متضرر اللي هو صاحب الشركه عنده عمال لازمهم يخلصوا عنده عام يستنى في فلوسه من الدوله، انتم ماكمش متضررين برشا ولو انه الفلاحه هما المتضررين. اي حتى احنا زدنا طرف باش نزودوا الفلاحه بالمياه بيان سور الفلاحه مضارين برشا من الحكايه هذيا والبير قاعد معطل. قاعد معناتها متعطل هو الحقيقه خميس معناتها عمل خطوه ايجابيه واحنا نستناو في انعقاد الجلسه هذيا وان شاء الله. دونك احنا نقعدوا نتبعوا معاكم ان شاء الله الجلسه اللي باش تصير على مستوى الوزاره من طرف لجنه التحكيم. انتم بعثتوا المراسله نهار 8 نوفمبر نتفقدوهم احنا زاده وزاره الفلاحه نشوفوا وقتاش باش يتم تعيين الجلسه هذيا باش تتفضها المشكله هذيا يستنفع اولا ساعه فلاحه الجهه
ياخذوا المال نتاعهم في الوقت هذا يستحقوها على الاخر. ثانيا زاد صاحب الشركه ما يندمش انه شارك في صفقه عموميه وقعد عام كامل فلوسه معطله عند الدوله. سي خميس نستناو الجلسه اللي باش تصير ان شاء الله من طرف لجنه التحكيم. والله شوف يا انا احب حاجه برك احب نكمل نوضحها ولو واحد. اولا نسبه الملوحه هذه هاو انا عندي مسجل هنا بتاريخ 6 مايو مصح فيه في بن جيمة اللي هو رئيس مصلحة هاو كاتب الفراج هذايا ريزيدو ساك الملوحة نتاعو 3 جرامات و45 هذايا مسجل وكاتبينو هما مصحين عليه. أنا ملوحة بعد 10 ساعات دخة سي أنا ما عنديش سي عاطف. أنا عندي ريزيدو ساك هو راهو ريزيدو ساك ديما يبدا من الاول وبعد يستقر. احنا ديما المعاملات نتاعنا والتقارير نتاعنا نحطوها راهو وقت اللي يصير استقرار سواء في الربطنا ولا في الدي بي سبيسيفيك ولا في حاجه هو الرقم الصحيح واللي نعتمدوه هو رقم الاستقرار. بالنسبه لي زيد سامحني سي خميس بربي انا باش نتفاعل معاك بعد 10 ساعات ضخ زيد يمشي برشا ما زيد حتى اللي نوصلوا للدرجه اللي لازمنا نخدموا به. هاو باش نقول لك علاش هو علاش البير هذايا هما يقارنوا فيه بير في طور الاستغلال. البير هذايا اللي هو في طور الاستغلال قاعد مستغل بحيث الطبقه اللي المالحه وقاع من كثره الدفق هب المنسوب تاع الماء هبط بحيث والملوحه نقصد. البير هذايا توا اللي خدمته انا لو يتحط وهذا قلته ومكتوبه حتى عندي لو يتحط في طور الاستغلال حتى هو مش يولي ومش يبدا ممكن ب 4 جرامات ويوقع في 3 جرامات انما ما نجموش نقارنوا حاجتين ما همش كيف كيف. هذا بير مستغل وهذا بير مش مستغل. قولي شنو الفرق؟ الفرق وان البير مستغل الطبقه السطحيه اللي هي تبر الملوحه نتاعها توصل حتى 10 جرام قاعده تشارك ماشي تشارك بينما البير اللي مش مستغل الطبقه السطحيه اللي الملوحه نتاعها 10 جرام قاعده تشارك وقتاش تولي مع الشارك وقت يتحط في طور الاستغلال. وهذه هي الملابسات اللي صايره هذه الملابسات فعاد نمشيو للحل ونحطوا فرازنا ونطبعوه ونعملوا دراسات ونشوفوا علاش قاعدين نلوجوا في حاجات. والله يا أستاذة نقولها بكل واحد يعني ما عندها حد شيء والشيء اللي يقول فيه توا سي عاطف هل 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 هالبوشونتيمون اللي مش نعملوه بعظمة لسان المدير المركزي للمياه الجوفية قال راي بايش بتاعتي حتى نتيجة ورغم هذاك انا تطوعت لا لشيء اولا للوضعيه الماليه نتاعي وثانيا وخاصه في ذاك الفلاح قلت يا سيدي ميساج انا نقوم بهم الاشغال هذوما انما تلتزموا انتوما كاداره وانكم تخلصوني. لا علاش تخلصوني؟ لاني ما عندي حتى خلل لاني درست الملوحه ما عندي حتى علاقه بها وهذا المدير المركزي راهو قالوا وحتى لليوم يقولوا هذايا هذايا الاشكاليات التقنيه كما قلت قبيله احنا بيدنا والمستمعين زاده ما نجموش نفهموها برشا ونتفاعلوا معك برشا ولكن اللي يهمنا اليوم انه نسقوا مع سي عاطف للجلسه هذيا اللي ان شاء الله تصير على مستوى الوزاره في الايامات الجايه وتنجم تاخذ مستحقاتك الماليه ويخلصوا هالستة عمال اللي خدموا في البروجي هذايا. اللي يهمني ديما العمال اللي خدموا في الشركه والفلاحه اللي متضرين من البير اللي ماهوش قاعد يمشي. شكرا لكم سي عاطف سوسيه عن المندوبيه الجهويه للفلاحه بالمنستير. سي خميس سلامه زاده شكرا لك صاحب الشركه نتاع حفر الابار. شكرا لكم الزوز على تفاعلكم معنا ولكن الاهم في هذايا كما قلت العمال اللي ما خلصوش الفلاحه اللي مازالوا حتى لليوم يستناو في الماء والصفقات العموميه هذايا جزء صغير من بعض الصفقات العموميه اللي تصير على مستوى الدوله. المقاول يويلو عام ونص تقريبا ما خداش فلوسه والاداره زاده تقول لك انا يلزمني زاده زيرو اخلالات باش نجم نخلص الفلوس ولو انه احيانا زاده تدخل فيها حاجات اخرى. في الايامات الجايه نعاودوا نرجعوا للموضوع ونتابعوه باذن الله على مستوى وزاره الفلاحه. بعد شويه باش نمشيو الكوندار نحكيو على الحادثه الاليمه اللي صارت البارح وفاه عامل بناء في كوندار.